بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في هذا الدرس الحديث عن آيات القرآن الكريم بعد أن تكلمنا باختصار عن معنى الآية ثم عدد آيات القرآن، وذكرنا أنهم اتفقوا على أنها 6200 آية، ثم اختلفوا في مزاد بناء على اختلاف القراء في تحديد فواصل الآيات التي سنتكلم عنها بعد قليل. ثم تكلمنا عن فوائد معرفة الآيات وأن ذلك مفيد في الوقف، ثم في معرفة الآية التي يقرأ بها في الصلاة وفي قيام الليل، ومعرفة القدر المعجز من القرآن الكريم. وأيضا لو حالف قال والله لله علي أن أقرأ مثلا 100 آية أو ما شابه ذلك، فإن هذا يعينه على معرفة الآيات في القرآن الكريم. ثم أيضا لها فوائد في التعلم القرآن، حيث تقسم الآيات للتعلم، وفي ذلك ما جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله أنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان أنهم كانوا لا يتجاوزون 5 آيات أو 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. فهي مفيدة أيضا في التعلم وفي الحفظ، حيث تقسم الآيات في التعلم إلى غير ذلك من الفوائد. نتحدث في هذه الدقائق في هذا الدرس إن شاء الله عن ترتيب آيات القرآن الكريم، وهي المسألة التي ركز عليها الشيخ مناع القطان رحمه الله في كتابه مباحث في علوم القرآن. بعد أن تكلم عن تعريف الآية والسورة، تكلم عن ترتيب الآيات في السور. طبعا الآية السورة مكونة من آيات، هل ترتيب الآيات في السورة بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد من الصحابة؟ لا شك أنه توقيفي من الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى لا يجوز تغييره. الحمد لله رب العالمين قبل الرحمن الرحيم، ولا يجوز أن نقرأ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة لا إشكال فيها، لكن سنذكر الأقوال في هذه المسألة بناء على ما أورده الشيخ مناع. قال وترتيب الآيات في القرآن الكريم توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك، منهم الزركشي في البرهان وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته، إذ يقول ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره من غير خلاف بين المسلمين، وجزم السيوطي بذلك فقال الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك، فقد كان جبريل يتنزل بالآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرشده إلى موضعها من السورة أو الآيات التي نزلت قبل، فيأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي بكتابتها في موضعها ويقول لهم ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا أو كذا، أو ضعوا آية كذا في موضع كذا، كما بلغها أصحابه كذلك. عن عثمان ابن أبي العاص قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه، ثم قال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وهذا الحديث أخرجه أحمد بإسناد حسن، وهو نص صريح، إن الله أمرني، قال ثم قال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه السورة هذا الموضع من هذه السورة، هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة، وجبريل لم يقلها من عنده وإنما بوحي من الله. قال ووقف عثمان بن عفان رضي الله عنه في جمع القرآن عند موضع كل آية من سورتها في القرآن حتى لو كانت منسوخة الحكم وبقيت تلاوته، فإنه يبقيها في موضعها لا يغيرها. قال وهذا يدل على أن كتابتها بهذا الترتيب توقيفية. عن ابن الزبير قال قلت لعثمان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها، يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر، هذه آية، والآية التي بعدها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فابن الزبير يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قد نسختها الآية الأخرى التي قبلها يتربصن بأنفسهن 4 أشهر فلما تكتبها أو تدعها؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه، لا أغير شيئا من مكانه. طبعا والحديث معنى لما تكتبها أو تغيرها، أي لماذا تثبتها بالكتابة أو تتركها مكتوبة وأنت تعلم أنها منسوخة، فقال لا أغير شيئا من مكانه، والحديث أخرجه البخاري. إذن ليس هناك اجتهاد من عثمان، وإنما يفعل ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام
وبينه لهم فهو من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقاه من الله. ثم قال المؤلف: وجاءت الأحاديث الدالة على فضل الآيات أو فضل آيات من سور بعينها، ويستلزم هذا أن يكون ترتيبها توقيفيا، إذ لو جاز تغييرها لما صدقت عليها الأحاديث عن أبي الدرداء مرفوعا: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي لفظ: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف. هذا أيضا يدخل تحت فوائد معرفة الآيات، لأنه قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، كيف نعرفها إلا بمعرفة الآيات؟ فلو كان الترتيب غير توقيفي اختلطت علينا ولم نعرف 10 الآيات. قال: كما جاءت الأحاديث الدالة على آية بعينها في موضعها عن عمر قال: ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. كل هذا يبين، طبعا هذه دلائل أن الترتيب توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ولله الحمد واضحة ولا إشكال فيها، لكن من باب التقرير هذه المسألة بالأدلة، لأن العلم يا إخواني الكرام، وهذه فائدة مهمة في المنهجية وفي تعلم العلم، العلم هو معرفة الشيء بدليله، معرفة الشيء بدليله. فنحن نعرف أن ترتيب الآيات توقيفي، بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يأتيك من يقول لك: ما الدليل؟ فتقول: الأدلة كذا وكذا وكذا وكذا. فالآيات الأدلة تعينك على معرفة المسألة بيقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأنت تصل إلى اليقين بكثرة الأدلة. قال: وثبتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسور عديدة بترتيب آياتها في الصلاة أو في خطبة الجمعة كسورة البقرة وآل عمران والنساء، وصح أنه قرأ الأعراف في المغرب، وأنه كان يقرأ في صبح الجمعة: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه السجدة وهل أتى على الإنسان، وكان يقرأ سورة قاف في الخطبة، ويقرأ الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة، وكان جبريل يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن كل عام مرة في رمضان، وعارضه في العام الأخير من حياته مرتين، وكان ذلك العرض على الترتيب المعروف الآن. ثم قال: ختم المؤلف هذا الكلام كله المتعلق بترتيب الآيات: وبهذا يكون ترتيب آيات القرآن كما هو في المصحف المتداول في أيدينا توقيفيا لا مراء في ذلك. قال السيوطي بعد أن ذكر أحاديث السور المخصوصة تدل قراءته صلى الله عليه وسلم لها بمشهد من الصحابة على أن ترتيب آياتها توقيفي، وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبا، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على خلافه، فبلغ ذلك مبلغ التواتر، أي أن ترتيب الآيات ثابت بالتواتر، لأن الصحابة كلهم تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق يا إخواني الكرام بهذه المسألة، وهي ترتيب آيات القرآن الكريم. وخلاصتها أنه لا إشكال في أن ترتيب الآيات توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه من الوحي، لأن جبريل هو الذي أمره بذلك، وجبريل تلقى ذلك عن ربه جل وعلا، وهذه المسألة لا إشكال فيها والحمد لله. آخر مسألة من المسائل تتعلق بفواصل الآيات. ما المراد بفواصل الآيات؟ فواصل الآيات هي أواخرها، هي أواخر الآيات. الحمد لله رب العالمين، العالمين هنا فاصلة الآية. قال الله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المفلحون فاصلة الآية، نهاية الآية. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، فاصلة الآية. فواصل الآيات المقصود بها أواخر الآيات، فهي كالقافية في الشعر، القافية آخر البيت. لكن الفواصل في القرآن الكريم مراعية للمعنى، فقد لوحظ فيها مراعاة المعنى. وفواصل الآيات هي التي بها تعرف نهايات الآية، وغالبا لها لها مناسبة، يعني خواتم الآيات أيها الإخوة لها تعلق بالآية نفسها، فهي إما أن تقرر مضمون الآية أو تعلل لما قبلها، مثلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما، جملة تعليلية لما قبلها، يعني ولا تطع الكافرين والمنافقين، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، لأن الله هو العليم الحكيم الذي يستحق أن يطاع، ولا يجوز أن يطاع من خالف أمره، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، تعليل، واتبع ما يوحى إليك من ربك، فالله سبحانه وتعالى كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، مناسبة للآية.
ومعرفة فواصل الآيات مهم جدا ومفيد، يعين على معرفة الآية وعلى الوقوف عند رأس الآية وعلى معرفة بعض الأسرار التي اشتملت عليها الآية. كيف نعرف فاصلة الآية؟ طبعا تعرف الآيات فواصل الآيات عن طريق إخبار الصحابة رضوان الله عليهم، فأكثر آيات القرآن كما مر قد ثبت عدها بالتوقيف، ثبت عدها بالتوقيف والنقل الصحيح، فالآية تعرف بالتوقيف بالنقل الصحيح عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن العلماء اختلفوا في تعيين مواضع أرقام الآيات بسبب أن الصحابة الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخذوا من تلاوته وصلاته أين كان يقف. طبعا ما كان يعني أكثرهم منين أخذ، كيف عرف أن هذه آخر الآية؟ لما يقرأ عليه الصلاة والسلام يسمعونه فيرونه يسمعونه وقف فيظنون أن هذه خاتمة الآية، فقد كان يقف عليه الصلاة والسلام غالبا وهو هذا هو السنة عند رؤوس الآيات، وأحيانا قد يقف على غير رؤوس الآيات لبيان الجواز أو لأن النفس مثلا انقطع، فبعضهم ينقل هذا الوقف على أنه رأس آية فنقلوا عنه ذلك، ووقع الاختلاف في نقلهم في مواضع يسيرة، ثم تفرقوا في البلاد يقرؤون ويعلمون، فأخذ التابعون ومن بعدهم عن الصحابة، ثم قام العلماء بوضع قواعد ما يعرف بعلم الفواصل أو عد الآية، وبيّنوا الاختلاف الواقع في النقل، وقد اشتهر علم العدد عن علماء المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام، واشتهر عن أهل المدينة عددان، العدد المدني الأول والمدني الأخير، وعن أهل الشام عددان الدمشقي والحمصي، وقد ألف العلماء كتبا ومنظومات في بيان مواضع الخلاف في العدد، واشتهر من بين هذه الكتب ناظمة الزهري للإمام أبي القاسم الشاطبي المتوفى سنة 90 و500، صاحب المنظومة الشاطبية المعروفة في القراءات، واعتمد عليها العلماء في كتابة المصاحف. ففواصل الآيات تعرف من خلال الأخبار والأحاديث وما نقله الصحابة رضي الله عنهم ومن أخذه عنهم، لأن القرآن يؤخذ بالتلقي. طبعا اختلف العلماء في عدد الآيات أو في تحديدها في بعض المواضع اليسيرة، وهناك في المواضع التي لم يتحدد فيها فاصلة الآية وضع العلماء طرقا لمعرفة رأس الآية، منها مساواة الآية لما قبلها وما بعدها طولا وقصرا، هذا مراعى في الآيات، لأن غالب آيات القرآن الكريم تتساوى في القدر، يعني متقاربة في القدر، فإذا جاءت آية طويلة نادر يعني تكون، يعني الأصل إذا في خلاف إذا ثبت بالنص ما في إشكال، لكن إذا لم يتضح فيراعون آخر أو الطول والقصر في الآيات التي قبلها وبعدها، مشاكلة الفاصلة إما لغيرها مما هو معها في السورة في الحرف الأخير منها أو فيما قبلها، يعني الغالب في الحروف أنها تكون والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لا إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر وشاليك والأبتر، غالبا تراعى الحروف أو تراعى مثلا في سورة بعض السور والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ميم والنون غالبا متقاربة وتأتي كثيرا في السور، فيراعون مثل هذه الأشياء عند الاختلاف، هذا أمره يسير ولا يضر كثيرا لأن الآية مثبتة، ولكن اختلفوا هل هي رأس آية فاصلة آية أو لا. طبعا ألفت كتب القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز لأبي عيد رضوان المخللات، وكتاب من كتب نفائس البيان في عد آية القرآن لعبد الفتاح القاضي، مرشد الخلان إلى معرفة عد القرآن عبد الرزاق علي موسى، كل هذه الكتب ألفت في بيان فواصل الآيات، وهذا كما قلنا له أثر في معرفة عدد الآيات، ومعرفة عدد الآيات لها أثر في الأحكام المتعلقة بالقراءة. نختم بمسألة، هل البسملة آية أو ليست آية؟ هذه مسألة تكلم من أكبر المسائل المتعلقة بالآيات، هل البسملة آية أو ليست آية؟ على كل حال لا شك أنها ثابتة في القرآن الكريم، لكن هل هي آية من السورة؟ أو أنها مستقلة وفي خلاف في الفاتحة، والأمر كما قال فاتحة في البسملة في الفاتحة كما قال ابن الجزري، طبعا اختلفوا منهم من يثبتها فيعدها آية كما هي في قراءتنا رواية حفص عن عاصم بسم الله الرحمن الرحيم رقم 1، الحمد لله رب العالمين رقم 2، وبعضهم لا يعدها آية ويبدأ الحمد لله رب العالمين، وعلى هذا أدلة، وكل هذه الأقوال صحيحة لأنها الخلاصة فيها كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله الخلاف الواقع يعود يرجع إلى النفي والإثبات، فمنهم من ينفيها ومنهم من يثبتها، وكل قول صحيح لأن من يثبتها عنده فهي آية ومن لا يعدها آية فليست بآية،
وهذا لا إشكال فيه لأن القراءة سنة متبعة. فالبسملة في القرآن الكريم ولا شك، لكن هل هي آية أو لا خلاف بين العلماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.